انت اكلت؟ ايوه اكلت. طيب ما تنساش تاكل من اول رمضان. وفي شويه غلطات كده كانت بتحصل في المسلسلات، تعالوا اقول لكم شويه منهم. يعني مثلا في مسلسل يوتيرن، واول حلقه تقريبا كان في مشكله في النتورك مع ريهام حجاج. طيب مش انت اكلت؟ ايوه اكلت. ما تنساش تاكل وخلي بالك من نفسك. ها، وفي مسلسل مكتوب عليا، اكرم حسني وهو مع ايتن عامر في العربيه، لما الكاميرا قربت شويه عليه هتلاقوا ان كل الكرو والكاميرز واللايتنج كلهم باينين في النضاره بتاعته. طب هوبا تاني. مسلسل مشوار بقى حاجه تانية خالص، ليفل تاني خالص. محمد رمضان ودينا الشربيني، المفروض الستاندرد بتاعهم قليل شويه، معهمش فلوس، لقيت سنانهم هما الاثنين بتلمع بتلمع. لا مش بس كده، ده دينا الشربيني كمان حط اكريليك. طب ازاي؟ طب عقلوها. طيب الو، طلعت حامل بس دي كانت مصيبه. طقم سنان لولي من سويسرا. على فكره في بقى مشكله السنه دي في ان كرو يبقى باين في النظارات، ومحدش واخد باله من الموضوع ده خالص. انا معرفش ازاي، مش بس اكرم حسني اللي كان كرو كله باين في النظاره، لا كمان في مسلسل سوتس اسر ياسين في مشهد كده وهو بيتكلم وبيلف، وهو بيلف كل الكرو هتلاقوه باين قدامكم في النضاره بتاعته. اوبا. وكمان مسلسل راجعين يا هوا، نضاره خالد النبوي وهو بيتكلم وهو موجود في مشهد في اسكندريه، كل الكرو واللايتنج والكاميرا كلهم باينين في النضاره بتاعته. ايه يا جماعه؟ طبعا اكيد في غلطات كتيره جدا، بس دي من اكتر الغلطات اللي كانت واضحه وصريحه جدا في المسلسلات. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر غلطه انتوا خدتوا بالكم منها وشفتوها كمان.